كان يقال هنيئا لمن له مرقد عنزة في جبل لبنان، أما اليوم فيقال هنيئا لمن يجد طاولة أو حتى كرسيا في مطعم. ومن محاولة التفريش هذه نبدأ. غالبية الناس بعيد الفصح وبشهر رمضان يلي مسئبين سوا هالسنة بدها تظهر على المطاعم، بس أخبركم شغلة، إنه يلي بعد ما حجز يا راحت عليه يا راح يلاقي صعوبة إنه يلاقي مكان، لأنه فولي بوكت، ما في محلات. برمنا على أكثر من 15 مطعم من بيروت باتجاه كسروان وجبيل مروراً بالمتن. الأكترية ما عندن كرسي فاضي على العيد يومي الأحد والتنين، لا غدا، لا عشاء، ولا إفطار، وأول حجز ممكن تلاقيه بهالوقت هو يوم الأربعاء. سوري ما فيني، ما عندي غير لبعد العشرة، حتى كمان على الإفطار من فولين. ومنهم نسبة الإشغال فيهم فائت 80% وبتتفاوت حسب المنطقة. اللي تقريبا شهر مفول على الغداء وما عندي أبدا ولا كرسي. طب على العشاء؟ على العشاء بقدر أعطيكي بعد الإفطار، لأنه عندي على الإفطار كمان فولي بوك. وصلنا لمرحلة بالحجوزات وين بلشنا نفول، منلاقي محلات بصعوبة. بكرة على الغداء فولي بوك وعلى الإفطار فولي بوك. لا 6 أبريل فولي بوك نحن. مرحبا، كيفك؟ منيح؟ في عندكم محلات لعيد الفصح بكرة؟ لا والله يا ريت، من شهر ما في ولا كرسي فاضي. الحجوزات بكرة وبعد بكرة على العيد؟ بالمبدأ بكرة مفولين، نهار الاثنين حنفول. هالمشهد بينطبق أيضا على عدد من المناطق البعيدة عن الساحل. الحمد لله الحجوزات ممتازة، وحتى فتحنا التراس الصيفي منه الطقس صار ممتاز، وحجوزات يعني فل هالثلاث أربعة أيام. القطاع السياحي عابر للأزمات، وقطاع المطاعم والسهر أثبت وجوده صيف الماضي وأحسن إدارة الأزمة والصمود. الحركة ما بين العيدين هي بروفة مصغرة كيف صيفنا بده يكون. إنما في حال انتقلنا من البارود على الدبلوماسية وصار عنا سياحة مستدامة، القطاع بغرفة الانتظار جاهز وناطر تيقدم أعلى مستوى من الخدمات. هالهجمة يلي عم نشهدها على الظهرات على المطاعم أسباب عديدة، اجتماعية واقتصادية. من الناحية الاجتماعية وبكل بساطة هي إنه عيد الفصح سائب هالسنة مع شهر رمضان، وعدد من المغتربين اجوا لتمضية الفصح، وعدد منهم بلش يجي تحضيراً لعيد الفطر. أما من الناحية الاقتصادية فالأسباب وبحسب الخبراء هو إنه الاقتصاد بلش يتأقلم مع اقتصاد الكاش، أي الكاش إيكونومي، خصوصاً إنه جزء كبير من المواطنين اتصححت معاشاتهم وصاروا يقبضوا بالدولار، وجزء منهم بتوصلوا حوالات من الخارج بالدولار. إلى جانب الاستقرار بسعر الصرف يلي يعتبر من الأسباب الأساسية لأنه خلق نوع من الإطمئنان عند المواطنين. هيدا عدا عن أنه الطقس كتير حلو وبحمس على الظهرات، وكل عيد وإنتو بخير.